السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهاردة نعمل طريقة الفينو بطريقة المخابز. طبعا أنا عملت لكم الفينو قبل كده في فيديو تاني، بس المرة دي حبيت أعمله لكم بطريقة كده يعني مش مكلفة. تعالوا بقى نخش ونشوف المقادير. معايا هنا نص كوب، نص كيلو من الدقيق، سوري نص كيلو من الدقيق طبعا منخول، حوالي 3 كوبايات. هحط معايا رشه من الملح ومعلقتين من السكر، ومعانا كمان معلقتين من الزيت، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. طبعا مكوناتها سهله جدا، هقولها تاني: نص كيلو دقيق يعني حوالي 3 كوبايات دقيق، وياريت يكون منخول، ومعانا معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين من الزيت. طبعا مقادير سهلة جدا وما فيهاش اي تكلفة، ولا هنحط بقى زبادي ولا لبن ولا بيكنج باودر ولا محسن كيك ولا الكلام ده خالص. طبعا في المخابز مش هيصرفوا عليه ولا هيخدموه بالشكل ده، بس انت لو حبيتي تخدميه بقى علشان خاطر انت اللي هتاكليه انت واولادك، براحتك. لو عايزة تعمليه بالطريقة الاقتصادية دي، طريقة المخابز العادية، برضو براحتك، هيطلع حلو وجميل. وطبعا احسن حاجة ان انت تعملي الحاجة في البيت. معايا هنا كوباية مية دافية بنفس المعيار الكوباية اللي انت قست بيه الدقيق. هبدأ اضربهم كده بالمضرب، وياريت ما يكونش باللي هو المضرب بتاع البيض، المضرب ده العجان ده كويس بيعجن حلو. هبدأ احط شوية بشوية وهضرب. يا رب الفيديو النهاردة كمان بتاعي يعجبكم، زي ما بوعدكم كل مرة بحاول اجيب لكم مقادير سهلة. يا رب الفيديو النهاردة كمان يعجبكم واكون خفيفة على قلوبكم، ومقادير سهلة جدا جدا. وخلاص كده هي اتلمت معايا، انا هبدأ بس ايه ازود شوية مية عشان فاضل حبة هنا كده في تحت، وهبدأ ألمها كده. وطبعا طبعا لازم تخدميها في العجن، هتفضلي تعجني فيها مش اقل من 7 دقايق. انا رشيت شوية دقيق كده وهبدأ. بصي هي كده العجينة لسه بتلزق ومش جاهزة. طبعا كده انا خلاص شايفه شكلها بقى دلوقتي عامل ازاي بعد العجن، هي كده جميله ومعجونه ومخدومه كويس جدا. خلاص كده انا هكورها كده بالشكل ده، وهجيب معايا كمان معلقه واحده بس من الزيت، هحطها على وشها كده ومن فوقيها وتحتيها. هي قدامكم معلقة واحدة، او ممكن تحطيها كده اهو وتبدأي تعملي كده في العجينة وفي الطبق بتاعك او في العجين بالشكل ده. خلاص هنسيبها بقى، طبعا لازم نسيبها عشان خاطر العجينة تخمر معانا. عايزه تسيبيها نص ساعه تسيبيها ساعه وبص عليها، لو اختمرت خلاص. بعد ما اختمرت اهي بقت كويسه، هبدا ان انا افردها زي رول كده. هي عجينه لينه جدا ما شاء الله عليها حلوه، شايفه شكلها عامل ازاي. هبدا ان انا اقسمها بالشكل ده عشان اخد منها كور صغيرة، او على حسب المقاس اللي انت هتعوزيه، عايزاها كبير عايزاها رفيع عايزاها تخين زي ما تحبي. طبعا انا بكورها كده اهو، او هتكوريها كده على ايديكي، وهتبداي تلميها بالشكل ده. لو
لو انتي اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة وتفعلي الجرس عشان اي حاجة بنزلها توصلك ان شاء الله. الافضل ان انا اكورها كده اهو واضم صوابعي عليها عشان خاطر تديني الكرة الملمس الحلو المدور الجميل ده. ودي كده الكمية معانا اهو، شايفة بقى طلع قد ايه من 3 كوبايات دقيق بس، وهسيبهم لحد ما يرتاحوا ويختمروا بالشكل ده. اهي خلاص كده اختمرت، انا هغطيها علشان خاطر وشها ما ينشفش معايا. هبدأ اخد واحدة واحدة وهبدأ ان انا افردها كده بالشكل ده بالراحة خالص، وهقلبها الناحية التانية وهبدأ افردها كده بالشكل ده. تمام كده خلاص اتفردت كويس، هبدأ ان انا الفها بالشكل ده وهضغط بصوابعي كده عشان خاطر لازم تكون مقفولة عشان تدينا قلب الفينو زي ما احنا ما بنشوفه من بره، يكون مقفول كده ومضموم على بعض. يا رب الفيديو النهاردة يحوز اعجابكم، طريقة سهلة جدا، بدل ما تشتريه من بره لا اعمليه في اولادك، ولادك هيفرحوا انك انتي اللي عاملاه ومش شارياه من بره، دي برضو حاجة كويسة. وطبعا لازم نقفل كده من عند الجانبين بالشكل ده اهو بالراحة خالص، وطبعا هنخلي الخط بتاعه دوت من تحت كده في الصينية، وهندهن الصينية بتاعتنا زيت طبعا اكيد. هضغط عليها بس كده هسويهم عشان يبقوا في مستوى واحد بالشكل ده، وبرمة برمة بسيطة وهحطها كده بالشكل ده. هعمل معاكم واحدة كمان، حاولت اقرب الكاميرا شوية عشان خاطر تشوفوها اكتر. انتي بقى حابة تخليه طويل او رفيع او طويل، دي حاجة براحتك، ممكن تعمليه صغير او تعمليه كبير. بس النتيجة ان شاء الله هتعجبك ومن اول مرة هتنجح معاك ان شاء الله، بس اهم حاجة ان انتي تخدميه كويس في العجن. واهم حاجة كمان خطوة تانية ان انتي تسيبيه العجينة ترتاح كويس جدا وتختمر كويس. 3 حاجات لازم تسيبيه يختمر كويس وتعجني الاول العجينة معاكي كويس، وتالت حاجة تسيبيها تستريح. طبعا انا خلصت هنا الكمية كلها وهبدأ احط اخر واحد معايا اهو، ولازم لازم تسيبيها تستريح شوية وتختمر لمرة تانية. زي ما انت شايفه اهو، دي كده كل كميه معانا من 3 كوبايات دقيق. طبعا يا بلاش، عمل معانا 12 رغيف اهو. انت لو رحت اشتريتي من بره هيقولك الاتنين بجنيه، يعني الواحد بنص جنيه. انا مش هعمل اي حاجة، هجيب شوية لبن بس مش هحط عليه اي حاجة، وهبدأ ادهنه كده اهو بالشكل ده وبالراحة جدا لان العجينة هنا خلاص مختمرة، عشان خاطر الوش بتاعها ما يتشققش ويتكسر.
طبعا هكون مولعة على الفرن بتاعي ومجهزاه. تعالوا بقى نشوف. تا تا تا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. وبصي بقى قد ايه هو طري وجميل. هقولك طري ليه. لازم تجيبي فوطة نظيفة وتكوني بلاها وتحطيها اول ما تطلعيها على طول من الفرن، تحطيها على وشه كده بالشكل ده وتسيبيها لحد ما يبرد خالص، هتلاقي وشه بقى طري معاكي بالشكل ده اهو بالشكل ده. طبعا هتحطيه من الفرن من تحت، وبعد ما يستوي هتبدأي تعمليه من الشواية فوق. انا حبيت افتحهولك عشان خاطر تشوفي قلبه عامل ازاي. بصي شايفة عجينة ما شاء الله ناجحة جدا، وزي اللي بنشتريه من بره، طعمه جميل. شايفة بقى كله ما شاء الله طري اهو زي ما قلتلك. تعملي ايه؟ طبعا انت عايزة تخليه بقى سميك، عايزة تخليه رفيع، براحتك. يا رب يا رب الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم. لو لسه ما عملتليش اللايك وشفتي بقى شكله النهائي وعجبك ما تنسيش اللايك، ولو اول مره تشوفي القناه تعملي الاشتراك. ويا رب اكون خفيفه على قلوبكم وبجيب لكم وصفات، عشان انتوا حبايبي بجيب لكم وصفات سهله وبسيطه تنفعك في البيت. وخليكي مع سلسله ليه تشتريه لما ممكن تعمليه في البيت.